For tens of thousands of years, منذ عشرات آلاف السنين عاش الإنسان هومو سابينز في جميع أنحاء إفريقيا، ولكن أسلافنا كانوا بعضا منهم. منذ 60,000 سنة أسلافنا كانوا على هذه الطريق، وتوسعاتهم بدأت تحافظ على قوتها. لا نعلم كم من الوقت أو من المسافات قطعوا خلال ترحالهم. اليوم الجماعات البدوية تتحرك بمتوسط 1 كيلومتر في السنة، أي ما يقارب نصف ميل، ولكن ليست متسقة دائما، هذا ما نعرفه. كما انتقلت ذريتهم إلى بيئات جديدة، أصبحوا منعزلين عن بعضهم البعض، الأمر الذي يمهد الطريق لمستوى عال من التنوع الوراثي، وهو ما نراه في إفريقيا اليوم. منذ 50,000 سنة بدأ الناس يقومون بصناعة آلات أكثر تطورا ويتفننون بشكل أكبر. هل كانت القدرات اللغوية الجديدة هي من أشعلت موجة الابتكار هذه؟ ربما التغيرات الوراثية للسكان سمحت لبعض الناس بأن يعبروا ويستخدموا مصطلحات أكثر تعقيدا في اللغة، ولكن هؤلاء الذين لا يدخلون المنافسة، هؤلاء الذين لا يستطيعون، حقا لا أحد يعلم. منذ ما يقارب 50,000 سنة بعض المجموعات الصغيرة انتقلت إلى آسيا، تقريبا 100 شخص. كل إنسان على قيد الحياة اليوم لا ينتمي إلى أصول إفريقية قد يكون من نسل هؤلاء المسافرين. في غضون 4,000 سنين أصبحت الظروف المناخية جافة وتوسعت الصحراء الكبرى، بحيث أصبح من الصعب العودة إلى الوراء. يتبع المسافرين وذريتهم الطريق الساحلي شرقا في آسيا، يصلون إلى ماليزيا حاليا خلال الألفية. هل التقوا مع الإنسان هومو ريكتس على الطريق؟ منذ 45,000 سنة كان الناس الذين يعيشون في أجزاء من أستراليا يضعون بصمتهم من أجل الوصول إلى هناك. كان عليهم أن يقطعوا 90 كيلومترا، والتي تقارب 50 ميلا في المياه المفتوحة، والتي تفصل أستراليا عن الجزيرة المجاورة والتي تسمى في هذه الأيام إندونيسيا. كيف حدث هذا؟ لا أحد يعلم. من المذهل أن تفكر أن الناس وصلوا إلى أستراليا وأوروبا في نفس الوقت. السفر شرقا وجنوبا على طول الساحل من آسيا، الناس لم يختبروا التغيرات المناخية الكبيرة، ولكن الوصول شمالا إلى أوروبا لقد واجهوا مناخ صعب جدا وتضاريس صعبة جدا. كما انتقل الناس إلى أوروبا، لقد ذهبوا إلى القبائل البدائية والذين يعيشون هناك منذ آلاف السنين. والسكان البدائيين كانوا ممتلئي الجسم وأكثر تأقلما مع المناخ البارد، ولكن القادمون أثبتوا أنهم مهرة جدا في توظيف عناصر الطبيعة إلى أدوات وأغراض مفيدة. لذلك من الممكن أن يكون السكان البدائيون قد أخذوا وتعلموا من التكنولوجيا التي جاء بها ضيوفهم، ولكنهم بعد وقت قصير وجدوا أنه من الصعب أن يكملوا على هذا النحو. نجاح البشر قد يعني فشل البدائيين. تعايشت المجموعتان حتى تم تهجين لألفية قصيرة، ولكن مع 35,000 سنة أصبحت تقتصر على البدائيون كلها، وحتى الزاوية الجنوبية الغربية من أوروبا، وبعد ذلك بوقت قصير كانوا قد اختفوا. غموض لم يوجد له حل. نعم، قصتنا مليئة بهم.
Homo sapiens outlasted them. الإنسان هومو سابينز تغلب على أبناء عمومته ووسع انتشاره في إفريقيا وآسيا وأستراليا، ولكن بسرعة أصبحت الأيام صعبة على الجميع. إذن كيف تعامل أسلافنا مع درجات الحرارة القصوى في العصر الجليدي؟